الجماهير المغربية بتهتف لأبو تريكة في مباراة المغرب وناميبيا. أهلا بيكم، معكم محمود حجازي من قناة إيجيبشن كينج. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو علشان يوصل لأكبر عدد من الناس، ولو أول مرة بتشوفونا تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زرار الجرس علشان يوصلكم إشعار بالحلقات الجديدة. في البداية برحب بكل إخواتنا العرب اللي منورينا في مصر، سواء تونس أو الجزائر أو المغرب أو موريتانيا، وكل إخواتنا الأفارقة منورين في بلدكم التاني مصر. بقول للجماهير المغربية مبروك الفوز على ناميبيا 1-0، ومش مهم الأداء، أهم حاجة النتيجة. الجماهير المغربية في استاد السلام في مباراة المغرب وناميبيا سندت ودعمت محمد أبو تريكة وهتفت له في الدقيقة 22. أبو تريكة وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، أشوفكم في فيديو جديد، سلام.